السلام عليكم، اهلا بيكم، معاكم اسامه رستم. هقول لك على خدعه بسيطه تقدر تقفل بيها حسابك على الاي كلاود. انا مش قصدي انك تعمل تسجيل خروج، انا قصدي ان محدش يقدر يضغط على الاي كلاود بتاعك واعدادات الاي كلاود بتاعتك، وكمان اعدادات الفيس اي دي والباس كود رمز الدخول كمان هتختفي. تعال اشرح لك وهيوضح معاك الموضوع. لو دخلت على الاعدادات، الاي كلاود بتاعي واضح جدا ما فيهوش اي مشكله، وتقدر تضغط عليه وتشوف انت محتاج تعمل ايه في الاي كلاود. وكمان لو نزلت تحت هتلاقي فيه اختيار اسمه الفيس اي دي والباسكود، الفيس اي دي بتاعك ورمز الدخول. ركز في الفيس اي دي والباسكود ده عشان بعد الاعدادات اللي انا هغيرها هتلاقيه هيختفي، وكمان الاي كلاود اللي فوق هيختفي. لو نزلت تحت هتلاقي فيه حاجه اسمها سكرين تايم، وقت الشاشه. وقت الشاشه ده فيه اعدادات كتير تقدر ان انت تتحكم في خصوصيه الايفون بتاعك. يعني لو دخلنا عليه ونزلت تحت وفعلت السكرين تايم وكتبت الباسكود بتاعي، هنا بيقول لي انت محتاج ان انت تستخدم الابل اي دي، هقول له سكيب، وبكده انا فعلت السكرين تايم. لو دخلت على اختيار المحتوى والخصوصية وفعلته هيطلب منك برضو الباسكود. زي ما انت شايف كل حاجة قدامك دي خصوصية الايفون بتاعك كاملة، من اللوكيشن للاسامي بتاعتك، الصور، البلوتوث، الميكروفون، كل شيء انت تقدر تتحكم فيه. ولكن انصحك عشان ما تقفلش حاجة وبعد كده ما تعرفش ترجعها تاني، بس انا بشرح لك ان انت تقدر تقفل ايه وهخليك كمان ترجعه تاني. انا هنا هنزل على الباسكود تشينج اللي هو عايز اغير الرقم السري، والاكاونت تشينج اللي هو هعمل شوية تغييرات في الحساب. اول حاجة الباسكود تدخل عليه هتضغط على دونت الاو، يعني انا مش بسمح ان حد يدخل على الفيس اي دي وكمان الرقم السري بتاعي. ولو عملت باك وضغطت على الاكونت تشينج اللي هو تغيير الحساب اللي هو الاي كلاود ودوست دونت الاو، يعني عدم سماح كده، انت بالتالي لو رجعت خد بالك اللي هيحصل على الاي كلاود. زي ما انت شايف اكنه اختفى، يعني انا دلوقتي لو جيت اضغط ولا اكن في اي كلاود، انا ما عملتش تسجيل خروج، الاي كلاود بتاعي شغال بشكل سليم، ولكن انا عطلت ان اي حد يدخل عليه بالرقم السري بتاعي. ولو نزلت تحت لو تفتكر اختيار الفيس اي دي والباسكود اللي كان موجود دلوقتي اختفى، الاختيار اصلا مش موجود مش متاح. وطبعا الموضوع ده بجد خدعة بسيطة ولكن حماية رهيبة للاي كلاود بتاعك والخصوصية، لو انت مش حابب ان حد يدخل على الاي كلاود بتاعك او اعدادات الفيس اي دي بتاعتك. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تدعمني بلايك وسبسكرايب في القناة، وادخل عندي على المحتويات اللي فاتت اكيد هتستفيد. شكرا ليكم، اشوفكم على خير، كان معاكم أسامة رستم، سلام عليكم.